من جديد. لازلنا إذن مع حضراتكم في بحث تداعيات هذه القطيعة. تصرفات اعدائية إذن انتهجتها قطر هدفت إلى ضرب استقرار منطقة الشرق الأوسط، ما دفع مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات واليمن والبحرين إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. تلك القطيعة ستكبد قطر مزيدا من الخسائر على المستوى السياسي والاقتصادي. البورصة القطرية هوت في مستهل تعاملاتها في هذا اليوم بنحو 8% مدفوعة بتراجع أسهمها القيادية. غرلت قطر خارج السرب فقوبلت تصرفاتها بصبر العقلاء حتى تمادت، فكان الجزاء وفاقا لما فعلت من دعم جماعات تصنفها شقيقاتها إرهابية وتقارب مع دول توضع في خانة العدو. جزاء الدوحة من عواصم عربية كبرى جاء سياسيا واقتصاديا كي يكون أكثر ردعا لبلد يعني له المال الكثير، وشمل قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغلق الموانئ البرية والبحرية والجوية لمنع المرور عبرها من قطر وإليها. الإجراءات الدبلوماسية تضر وفق محللين بصورة قطر التي طالما سعت خلال السنوات الماضية لترويج نفسها في صورة الوسيط وأحد اللاعبين في الصراعات الكثيرة بالمنطقة. وعلاوة على هذا سيلحق ضرر مباشر بالمواطنين القطريين الراغبين في التوجه للبلدان العربية التي اتخذت هذه الإجراءات مع صعوبة حصولهم على تأشيرات أو إنهاء أوراقهم. وسيكبد إغلاق المجال الجوي الخطوط الجوية القطرية خسائر يتوقع أن تكون فادحة بالنظر إلى عشرات الرحلات التي تسيرها يوميا بين الدوحة وباقي العواصم الخليجية، فضلا عن كونها ستضطر إلى اتباع نمط الرحلات الطويلة التخلي على نموذج عملها المعتمد على مسافر الترانزيت. ولأن الاقتصاد مرآة عاكسة للوضع السياسي، ألقت الإجراءات العربية بظلالها في الحال على مؤشرات قطر الاقتصادية. ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السياسية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين، كما تراجعت سندتها الدولارية وهوت بورصتها في مستهل التعاملات بنحو 8% مدفوعة بتراجع الأسهم القيادية. وتوقعت وكالة موديز العالمية أن تؤثر الإجراءات على تصنيف الدوحة الائتماني.